خلونا نستقبل عبر الهاتف سيادة المستشار نادر السعد متحدث باسم مجلس الوزراء. برحب بحضرتك يا سيادة المستشار. مساء الخير استاذ علامة، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. ايه حقيقة ما تم تداوله يا فندم؟ لانه الحقيقة في حديث وكلام كثير جدا عن مواعيد الدراسة وعن الامتحانات، ما الذي تم التوصل اليه في اجتماع مجلس الوزراء؟ يعني لم يتم اتخاذ اي قرار في اجتماع مجلس الوزراء اليوم بخصوص الدراسة، الامر متروك للجنة الازمات اللي هتنعقد في مطلع الاسبوع القادم وتقرر شكل الامتحانات وشكل الترم الثاني الذي سيتم استكماله. طريقة استكمال الترم الثاني ستحددها لجنة الأزمات من واقع ما سيعرضه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي فيما يخص الجامعات. كل ما نشر اليوم وما زيف من وثائق منسوبة لمجلس الوزراء لا أساس لها من صحة، لا يتم اتخاذ أي قرار، وإن شاء الله القرار ننتظره إما يوم السبت أو الأحد يوم عقد اجتماع لجنة الأزمة. ده المتعلق بالامتحانات وبدء الدراسة وكل شيء يا فندم، لأنه كل برضو مستني بعد انتهاء الأجازة نصف العام عن شكل الامتحانات، هل هتكون أونلاين ولا برضو بذهاب الطلاب للمدارس، لأنه الجامعات طلعوا بيان أنه هيكون هجين. يعني وزارة التربية والتعليم هي الأخرى عندها تصور كامل، هيعلنه الدكتور طارق شوقي فور انتهاء أو فور إقراره من لجنة الأزمات لكيفية إجراء الامتحانات وكيفية استكمال الترم الثاني بأي طريقة، وسواء بأي طريقة هنا تسري على الدراسة نفسها، لأن عندنا ترم كامل لم يبدأ اللي هو الترم الثاني، وعندنا ترم لم يكتمل لأنه بيكتمل بعقد الامتحانات اللي هو الترم الأول اللي تم استكماله عن طريق التعليم عن بعد ولم تعقد امتحاناته بعد. فكلا الأمرين يتم الإعلان عن طريقتهما وكيفية إجراءهما خلال أو بعقب اجتماع لجنة الأزمة. طب خليني أتحول مع حضرتك لعزبة الهجانة، ورئيس الوزراء كان له تصريحات هامة جدا متعلقة بالتطوير وعمليات التطوير اللي هتشتغل في هذه المنطقة تحديدا عزبة الهجانة، واتكلم لن نزيل مباني غير المخططة ولكن سنتدخل لتحسين معيشة السكان. ايه اللي تم وضعه من خطط يا فندم في هذا الاطار؟ يعني زي ما شفنا كلنا في الفيديوهات اللي انتشرت لعزبه الهجانه على واقع الزياره المهمه جدا والتاريخيه اللي قام بها السيد الرئيس لهذه المنطقه، احنا بنتكلم عن تكتل عمراني غير مخطط ويصعب التعامل معه بشكل كبير. يصعب التعامل معه ازاي؟ ان احنا ليس من العملي وان احنا ننقل هذه الكتله السكنيه بكاملها ونزيلها وننقل السكان، لأن طبعا التكلفة ستكون كبيرة جدا، وهذا مجتمع استقر بالفعل رغم أنه غير مخطط. لكن التدخلات هتكون شكلها إيه؟ التدخلات هتكون عبارة عن جزئين. الجزء الأول محاولة فتح محاور مرورية كبيرة وطرق بعرض وطول هذه المنطقة علشان نخلخل هذا التركز السكاني ونساعد على التعامل مع اي يعني لا قدر الله كارثه طبيعيه تحدث، حريق كبير، لان التعامل مع هذه الكوارث في الوضع الحالي هيكون صعب جدا. شوارع ضيقه، ما فيش سيارات مطافئ تستطيع الدخول في هذه المنطقه، فدي اهميه هذه المحاور، المحاور لتسهيل الحركه وخلخله هذا التكتل السكاني. التدخل الثاني، نوع التدخل الثاني اللي ستقوم به الدوله المصريه متمثل في التدخلات الاجتماعية، وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الصحة، كل الوزارات الخدمية، وزارة التربية والتعليم، كيف نسهم بالإضافة طبعا للمجتمع، منظمات المجتمع المدني والأهلي، كيف نسهم في الارتقاء بمستوى جودة الحياة في هذه المنطقة بعد الانتهاء من عملية المحاور، من خلال الإسهام في رفع يعني مستوى المعيشة من خلال المساهمات المختلفة، التضامن الاجتماعي بالمعاشات التي تقدمها والخدمات التي تقدمها، يعني تطوير المنطقة على ما هي عليه أو محاولة تحسينها على ما هو. حيث كان واضح يا سيادة المستشار من خلال الوفد الوزاري اللي كان بيرافق الرئيس خلال زيارة لعزبة الهجانة، كان وفد وزاري في التعليم والتضامن والتخطيط والحقيقة يعني الكثير من الملفات أو القطاعات المعنية، مش بس على المستوى الإنشائي أو المناطق غير المخططة أو الإصلاح في هذا الأمر، ولكن زي ما حضرتك ذكرت
الإنسان. أنا قريت كمان يا فندم أنه تكلفة أو الصادر عن مجلس الوزراء وتصريحات رئيس الوزراء أنه تكلفة إعادة الإصلاح أكثر من تكلفة أن أنا بأنشئ مجتمع جديد أو مدينة سكنية جديدة from scratch زي ما بيقولوا أو من ما فيش. بكل تأكيد ده حقيقة، لأن وده اللي يخلينا وخلى الدولة المصرية تحرص في خلال الأعوام الماضية على التوسع في المجتمعات العمرانية الجديدة والمدن الجديدة، لأن كل ما توسعت في هذه المدن أولا زي ما حضرتك قلتي تكلفة إنشائها من البداية أسهل بكثير وأرخص من التعامل مع منطقة زي الهجان. وإنشاء مدن جديدة هيحد من التوسع في العشوائيات، ليه الناس توسعت في العشوائيات في الفترة الماضية؟ لسببين، السبب الأول ضعف قوة أو ضعف رقابة الدولة، السبب الثاني إن هم ما كانش عندهم المجتمعات العمرانية اللي بتستوعب ده. الحمد لله إحنا الدولة المصرية بالمقارنة ب 35 سنة سابقة من بداية توجهها نحو عقد أو إقامة المجتمعات العمرانية سنة 79 حتى 2014 عملت ما يقرب من 20 تجمع أو 23 مدينة جديدة أو تجمع جديد، ده في خمسة على مدار خمسة أو أكثر من 35 سنة. لكن على مدار بقى 6 سنوات الماضية فقط عملنا 30 مدينة جديدة أو تجمع جديد، فده يدل على ان الحكومه والدوله تعي ان المجتمعات العمرانيه الجديده هي وسيله فعاله لمحاربه العشوائيات، وهتوفر علينا ان احنا نتعامل مع وضع يعني صعب جدا زي او وضع المناطق غير المخططه اللي مثال لها عزبه الهجان اللي موجوده بالفعل. وحضراتكم هتدخلوا لتحسين اوضاع هذه المنطقه طبعا عزبه الهجان جنب مدينه نصر في شرق القاهره. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء. بس فيما يتعلق بالتعليم، المفروض ان وزير التربيه والتعليم كان مخرج ميعاد تحديدا 14 فبراير بيقول كل التفاصيل المتعلقه بالامتحانات والترم الثاني وكل حاجه متعلقه باذا كان اونلاين ولا الناس هتروح المدارس والجامعات، لانه الحقيقه الشغل الشاغل الاول لمواقع التواصل الاجتماعي هي الامتحانات والترم الثاني بعد الاجازه. خلونا